المستوردين الأساسيين للنفط العراقي كان بالسابق يعني قبل 7-8 سنين حوالي 50% إلى آسيا وأهمهم الصين والهند، لكن قبل حوالي 6 سنين أو أقل صار أكثر من 60% يروح إلى آسيا و 25 إلى أمريكا و 25% إلى أوروبا. الآن كل أمريكا وأوروبا وياها أفريقيا يعني بحدود 35% نفط عراقي. فالصين والهند يعني يعتبرون من أكبر المستوردين للنفط العراقي. المساهمة الهندية لدى وحدة اليونايتد التابعة للأمم المتحدة بدفع 200,000 دولار سلمت مؤخرا عبر البعثة الأممية في نيويورك لدعم وحدة اليونايتد بشأن التحقيق بجرائم داعش بمحورين: استخدام الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، وأيضا الجرائم التي حصلت ضد طمس المعالم الثقافية في العراق. التحقيق في هذا الموضوع يحتاج إلى إمكانيات قضائية وقانونية وإجرائية، وأيضا خبرة دولية، إضافة إلى الدعم المادي الذي قامت به الهند. هذا يدخل ضمن العلاقات الوطيدة العراقية الهندية التي تمتد لحوالي 60 عاما. Thank you.